90 دقيقة في الصيف. بالفعل الحمد لله رب العالمين، تأهل النادي الأهلي للمباراة النهائية. كابتن يوسف ببارك لك النهارده على المباراة. الأجواء كانت صعبة جدا، ترتيبات كانت كثيرة جدا، مجهود كبير بذل خلال الفترة اللي فاتت، الهدف اتحقق وصلنا للمباراة النهائية، يحسب الجهاز الفني. حابب تقول إيه بعد الفوز وبعد التأهل ده يا كابتن؟ مش الجهاز الفني، المنظومة كلها. الحمد لله إن إحنا بذلنا مجهود كويس جدا الفترة اللي فاتت، كنا مركزين، رجعنا مجموعة المصابين اللي كنا بنفتقدهم رجعوا، بالإضافة طبعا للناس اللي كانت موجودة. فبقول الحمد لله إن إحنا النهاردة يعني عملنا خطوة كويسة إن إحنا وصلنا المجد. مالي الملعب على اخره، الاستاد فل. فطبعا انا بقول ان لاعبتنا رجاله وبذلوا مجهود كبير، وزي ما قلنا قبل المباراه ان كلمه السر في الهدف، لابد ان احنا نكون حريصين جدا ان احنا نعرض هدف بره ملعبنا، وده اللي حصل من الفرصه اللي جابها وليد سليمان، وجالنا فرصه برضو ازارو اسلام محارب. لكن الحمد لله انا بقول خطوه كويسه، هنحط ورا ظهرنا، نبدا نستعد ان شاء الله لمباراه الوصل. مهم جدا ان احنا عندنا يوم 28 مباراه مهمه اللي هي الذهاب في البطوله العربيه. نشوف رؤيه مستر كارترون ايه وجهاز، بحيث ان احنا نجهز نفسنا ليوم 28، ثم بعد ذلك ان شاء الله الفاينل قدام الترجي التونسي ان شاء الله نكون موفقين. خلاص زي ما عرفنا فريق الترجي التونسي خلاص موجودته ان شاء الله مع النادي الاهلي مره ثانيه. يا كابتن يوسف بنقابل الترجي التونسي، بتشوف الامر ده ازاي؟ بص، الترجي فريق كبير واحنا برضو النادي الاهلي فريق كبير، في النهايه احنا بنتكلم على يعني عايز اقول نهائي قوي اتكرر قبل كده في 2012، والحمد لله رجعنا بالكاس من تونس. لكن ده مش معناه ان احنا نعتمد على هذا الكلام، كل مباراه ليها ظروفها وكل وقت ليه ظروفه. فاحنا ان شاء الله اهم حاجه مركزين دلوقتي حاليا ان احنا نعمل استشفاء لاعبتنا ونجهز لاعبتنا لمباراه يوم 28 اولا في القاهره، ثم بعد ذلك ان شاء الله نفكر في مباراه الترجي التونسي اللي هي مباراه الذهاب ان شاء الله هتبقى يوم 2 في مصر. ففرقتين كبار، فرقتين لعبوا قبل كده نهائيات، فرقتين ما تقدرش تقول يعني اي فريق وارد ان هو يعمل النتيجه الايجابيه. بس اللي انا اعرفه طبعا واللي احنا متاكدين منه جدا واللي انا وصلته للعيبه، النادي الاهلي ما بيعدش كم مره وصل نهائي. انا شخصيا ما اعرفش كم مره وصلنا نهائي، لكن اللي اعرفه ان احنا كسبنا 8 ألقاب إن شاء الله، يعني التسعة تبقى من نصيبنا إن شاء الله. رسالة كابتن يوسف لكل اللعيبة، لسه مطلوب مزيد، لسه ما حققناش حاجة يا كابتن يوسف، لسه ما حققناش حاجة، حابب تقول لكل اللعيبة؟ ما عملناش أي حاجة لسه، إحنا كل ده بنجتهد وبنوصل مشوار إن شاء الله يوم 9 الكاس دي إن شاء الله. إن شاء الله يعني عايزين دعم من كل الجمهور والمسؤولين، إن شاء الله يوم 9 الكاس دي ترجع دولاب البطولات للنادي الأهلي إن شاء الله. شكرا، ربنا يخليك. شكرا. مبارك يا كابتن سيد، طبعا الكابتن محمد يوسف، كل لعيبه النادي الاهلي الحقيقه يمكن رجاله كالعاده، وزي ما اكدنا خلال الرسائل الماضيه وخلال لقاءاتنا مع اللعيبه، ثقتنا الكبيره في الجهاز الفني ولعيبه النادي الاهلي انعكست بشكل كبير النهارده. الهدف اتحقق ان احنا نصل الى المباراه النهائيه بنتيجه طبعا اقل مباراتين. كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه النهائيه امام فريق الترجي التونسي بعد وصوله للمباراه النهائيه، المباراه الاولى في القاهره، المباراه الثانيه في تونس. ان شاء الله باذن الله تكون البطوله التاسعه من نصيب النادي الاهلي. مستمرين معاك كالعاده كابتن سيد ومع كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، لقطات خاصة ولقاءات على ملعب الاهلي وشاشة قناة النادي الاهلي بعد الفوز على فريقه فاق الصيف والتأهل للمباراة النهائية. عودة ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ.